بسم الله. دلوقتي ممكن يكون عندي الصورة ديت وأنا عايز أعمل كأن أنا اللي راسمها بإيديا بالقلم الرصاص، ففي من فلتر ألاقي عندي حاجة اسمها من إيدج ديتكت لاب بلس، بيبدأ يديني الصورة بالشكل دوت، وأقدر أتحكم في الألوان أخليها أفتح أو أغمق عن طريق إن أنا هاجي من كولرز أختار ثري هولد أو كولر بالانس أو كولرايز، كل الحاجات دي برضو بتلون شوية. تمام، هقول له اوتو هيجيبها لي بالشكل دوت. ممكن ابدا اغمق شويه افتح شويه زي ما انا عايز، حاجه بالشكل دوت اقول له اوكي، هيبدا يظبط لي الالوان بالشكل دوت زي ما انا شايف، يعني حاسس انها منطقيه شويه.